تعالي نبتدي بالانزلاق الغضروفي لانه حدوته كبيره وناس كتير جدا بيشتكوا منه، فنستاذنك نعرف منك في الاول يعني ايه انزلاق غضروفي. تمام. هو الانزلاق الغضروفي هو احنا عندنا العمود الفقري بيكون بين كل فقره وفقره في حاجه اسمها ديسك. الديسك ده عباره عن اللي هو الغضروف، عباره عن زي مخده. اوكي. تمام. عشان الفقرتين ما يخبطوش في بعض. الفقرتين ما يخبطوش في بعض، هي بتكون مخده حاجه طريه كده. اوكي. عشان ايه؟ بتحمي الفقرات ان هي تعمل ايه؟ احتكاك ويحصل خشونه او انزلاق غضروفي في العمود الفقري. يعني هو الخشونه ممكن تحصل كمان في فقرات العمود الفقري؟ طبعا، لان مش بس مفاصل. لا لا، تحصل. أوكي. لان اي احتكاك بين فقرات بيعمل خشونه. تمام. تمام. طيب احنا ازاي بس نتفادى موضوع الانزلاق الغضروفي؟ تمام. طبعا مجموعه من التمارين، ايا كان التمارين في الجيم او مجموعه من التمارين في البيت، بنبدا ان احنا نعمل التمارين دي عشان نقوي العضلات المحيطه بالعمود الفقري. تمام. كل ما نقوي العضلات المحيطه في العمود الفقري ان احنا بنتفادى الانزلاق الغضروفي. العضلات دي اللي هي عضلات الظهر والكتف الخلفي، الظهر والبطن كمان. هي عضلات يعني انا عندي عضلات اللي هي عضلات منطقه الكور. تمام. من اول تحت الشاست لحد فوق النية. اوكي. هي كل ده ده العضلات المحيطه بالعمود الفقري. انا كنت فاكر ان هي بتبقى عضلات خلفيه بس. لا، عضلات خلفيه واماميه. أوكي. كمان بالظبط. حلو جدا.